فاكرين فيلم جلاديتور لما كانوا بياخدوا المصارعين متسلسلين عشان يخشوا في حرب بيقتلوا فيها بعض؟ ايه المتعه في ده؟ وليه كان بيقعد الالاف من الناس تشجع ده؟ ده اللي كلنا فكرنا فيه، لكن فكرت ان ده يمكن يكون لسه بيحصل لحد النهارده. السنه اللي فاتت تحديدا في مايو 2019 مات المصارع المكسيكي سيلفر كينج في واحده من حلبات المصارعه الشهيره في لندن قدام الاف الجمهور المتحمسين وقدام الملايين اللي كانوا بيتابعوا الماتش من عدسات الكاميرات وقدام التلفزيونات بسبب المباراه اللي كانت في منتهى العنف. وفي اكتوبر من نفس السنه، يعني من كام شهر تقريبا، مات المصارع المكسيكي لاباركا بسبب قفزة سماها هو شخصيا قفزة الموت. اكيد ما كانش يتوقع ان هي هتكون السبب في وفاته، هو بسبب غلطة صغيرة قوي عملها هو بيأديها. وفي نفس الشهر اكتوبر 2019 مات الملاكم باتريك داي في حلبة ملاكمة في شيكاغو بسبب لكمة عنيفة من منافسه تشارلز. الجمهور سقف كالعادة، لكن باتريك راح المستشفى وقضى فيها 4 ايام بيصارع المرض قبل ما يعلن استسلام. تشارلز بعدها كتب على تويتر وقال انه ما كانش يتوقع ابدا ان ده يحصل، وان كان كل هدفه هو الفوز بالمباراه، وانه بيتمنى ان كل حاجه تتعاد من الاول علشان ده ما يحصلش. لكن في نفس الوقت قال ان هو مش هيسيب الملاكمه وان هو هيكمل الطريق اللي بدا. لسه مكملين في 2019 في كل الحوادث دي في سنه واحده بس. شهر مايو ودعنا الملاكم الروسي ماكسيم داداجيف، الحلبه مليانه، الاف الجمهور بيسقف، نفس المشهد بيتكرر وهو بيتبادل اللكمات مع غريمه، وفي لحظه وقع للابد، انتهى الصراع على واحده من حلبات الملاكمه الامريكيه بوفاه ماكسيم داداجيف. طب تعرف ان في ملاكم مصري كان طرف في واحده من المباريات الداميه دي وتسبب في موت ملاكم امريكي في نزال ومصارعه شهيره جدا سنه 1999؟ كباري سالم اللي لعب باسم مصر في اولمبياد 1996 تسبب في موت الملاكم الامريكي راندال كارفر بسبب تلف في المخ نتيجة المباراة اللي جمعت بينهم. في تقرير لقناة العربية بيقول ان في 500 ملاكم توفوا بداية من القرن 19 من وقت ما اتعمل قانون بيحاول يخلي لعبة الملاكمة اكثر امانا، ودخل فيها قفازات وعمل قيود على اللعيبة علشان ما يعملوش حركات قاتلة. تخيل معايا ان من وقت ما اتعمل القانون اللي بيحاول يخلي اللعبة اكثر امانا مات لحد النهاردة 500 ملاكم تقريبا. ومين ينسى نجوم الاتحاد الاشهر WWE؟ اكيد فاكرين وفاة إيدي جيريرو الأسطورة المشهور، أو كريس بانوا اللي قتل زوجته وابنه قبل ما ينتحر هو شخصيا. طب فاكرين شخصية الراجل اللي بيدير لعبة المصارعة في فيلم جلاديويتور اللي كلنا كرهناه؟ أكيد هتفتكره لما تعرف إن المصارع المشهور أوين هارت مات بسبب قفزة مرعبة طلبها منه فينس ماكمان اللي بيدير لعبة المصارعة الحرة. ولما رفض أوين تأدية الحركة دي، ماكمان هدده إن هو هيطرده من الاتحاد كله. وفي اليوم ده 23 مايو سنة 99 دخل أوين هارت وهو مرعوب بيعمل القفزة، وحصل اللي كان خايف منه، وقع على الحلبة بشكل غلط، شرايينه اتقطعت ومات فورا، وكان عمره 34 سنة وعنده زوجة وطفلين. اتحاد المصارعة عوضهم في الوقت ده بمبلغ 10 مليون دولار. ضيف لكده ألعاب كتير جدا زي مثلا MMA اللي السنة اللي فاتت بس مات فيها المصارع الروسي أركادي ليسين، وكمان بيكزود نورماتوف، والأوزباكستاني اللي عمره كان 27 سنة وفي تاريخه كسب 11 مباراة وخسر 2 بس، لكن مع الأسف واحدة من المباراتين دول كانت سبب في وفاته على الحلبة بشكل مباشر. البشر على طول تاريخهم ابتكروا ألعاب كتير للموت. في الفلبين مثلا هتلاقي لعبة اسمها اسكيرما، فيها بيستخدموا السكاكين والأسلحة البيضاء علشان يقتلوا بعض. عندك لعبة كابودو اللي ظهرت في القرن 17 وبتعتمد على توجيه الضربات المتتالية للأماكن القاتلة في الجسم زي الكلى أو القلب عشان تقتل المنافس. ضيف ليهم لعبة بوكاتور في كمبوديا اللي بتعتمد على منافسة الأسود وتوجيه ضربات قاتلة ليهم، وإما الأسد يموت وإما المصارع يموت. وعندك حاجات تانية كتير زي سيستيما وبالكوم أو سيلات، وكلها ألعاب غالبا وفي أوقات كتير منها كانت بتنتهي بموت الناس اللي بتلعبها، وألعاب كتير منها دلوقتي بقت محرمة دوليا. لكن يفضل السؤال، إحنا ليه بنحب الألعاب اللي بتنتهي بالموت دي لحد النهاردة؟ ليه ألعاب زي الملاكمة ومصارعة المحترفين والMMA بيعشقها الملايين حوالين العالم وبتدخل مليارات الدولارات للناس اللي بتديرها؟ احنا مش بنتكلم عن انك تتعلم لعبه تدافع فيها
عن نفسك او انك بتحب مثلا تتفرج على فيلم عنف اللي هو انت عارف في الاخر ان هو تمثيل. السؤال ليه البشر بتستمتع وهي شايفة ناس بتموت بعضها قدام عينيها؟ كتب كتير اتعملت حاولت تدرس الموضوع ده، منها كتاب جيفري كوتلر شهوة الدم، لماذا نحن مفتونون بالموت والقتل والرعب والعنف. بيقول فيه ان العنف متأصل في البشرية من ايام تضحيات شعوب زي الأزدك بالآلاف في يوم واحد لتسلية الجماهير والحد المصارعة في العصور الرومانية اللي كان بيموت فيها الآلاف والحد النهار. اللي عايز اقوله هنا ان البشر على مر تاريخهم اخترعوا حاجات بشعة كتير جدا، حاجات لما بتشوفها بتستغرب قوي وتقول معقول الناس فعلا كانت بتعمل كده، رغم ان احنا في لحظه ممكن نلاقي نفسنا قاعدين بنشجع نفس الفعل ده. نفس اللي استغربوا من مشهد مش تشجيع الرومانيين لصراعات الموت زمان هم اللي بيقعدوا يتفرجوا دلوقتي على مصارعه وملاكمه والعاب بتؤدي برضو للموت في اي لحظه. احنا شخصيا اللي استغربنا قوي على اكل الخفافيش لما ظهرت كورونا وقلنا ازاي ما سمعناش تحذيرات العلماء اللي قالت للناس ما تاكلش الحاجات دي، احنا نفسنا اللي ما سمعناش سنين كتير جدا من تحذيرات العلماء من اكل حاجه شبه الفسيخ الجميل الكيوت حبيب الملايين اللي محدش يقدر ينتقد. اللي بحاول اطلبه منك هنا انك ما تتعصبش لاي فكره، لانك ممكن في لحظه ما تتخيلش ابدا انك من غير ما تقصد تكون سبب وبتشجع وبتمول مباشر لالعاب موت وقتل، او انك بتصرف بسيط واكله كيوت ساهمت في تكوين فيروس قاتل لا قدر الله. خلونا نحاول نستغل الظروف اللي كلنا بنعيشها النهارده عشان نفكر ازاي نخلي عالمنا احسن بكل الطرق. ما نتخيلش ابدا اننا احسن من غيرنا او احسن من اللي سبقونا الا بعلمنا والعالم اللي هنسيبه للي بعدنا.